ما بعتقد أنا أنه اللاجئين السوريين أو الفلسطينيين أو العراقيين الموجودين بلبنان واقفين بالصف لحتى يطلعوا بالطيارات على أي وجهة أخرى. إذا ما كان معهم يعني مثل ما بيقولوا الفيز اللازمة، طبعا ما بسمحوا لهم على المطار أنهم يطيروا. وما بعتقد أنه في أعداد حتى ضئيلة أنه عم تروح لهونيك بهذا الموضوع. فبالتالي يعني لا يمكن أنه نقول في تأثير بموضوع عدد النازحين السوريين الموجودين هون حيتأثروا بمنع سفرهم إلى أمريكا، لأنه أساساً ما في هذا الأمر متوفر من قبل، مش عن جديد. وإذا صارت هالمناطق الأمنية إذا فرضت أو هذا من أحمد لا تعنينا، ولكن ما في شك أنه بتأثر بشكل ما على النازحين السوريين بأنه ممكن تشجعوا أنه يروحوا لهونيك بدون ما نكون نحن قلنا أي تدخل بهذا الشأن، ومن دون تحميل الحكومة والدولة اللبنانية أي عبء. هذا موقف حقيقة هو بتعلق بالأمم المتحدة أكثر ما أنه بتعلق بالدولة اللبنانية. هذا أمر سيادي بلبنان وبسوريا وبأي منطقة من المناطق، وهذا شأن دولي يعني بآخرة النهار بهذا الموضوع. على الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يحدد ما يريد ويقوم بالإجراءات المناسبة لضمان أمن وسلامة الناس المعذبين يعني والهربانين من المجازر والارتكابات اللي عم تصير هناك خاصة من قبل النظام. ونحن في لبنان كحكومة لبنانية لسنا معنيين بأي شيء من هذا القبيل، لا من قريب ولا من بعيد، لا داخل الأراضي السورية ولا داخل الأراضي اللبنانية. سيادتنا على أرضنا نحن بنمارسها، وما بنقبل من حدا أنه يفرض علينا أي شيء من هذا القبيل. عدد النازحين المسجلين السوريين المسجلين في لبنان أقل من 1,000,000 أخ نازح. مناطق المركز عليهم وجودهم هي مناطق الأطراف مثل عكار، المناطق الشرقية، عرسال، البقاع إلى آخره. عادة المناطق الأطراف اللي هي يعني حضنتهم واللي هي عايشين فيها حياتهم. الرئيس الحريري كان مصر أنه ينشئ وزارة خاصة بموضوع النازحين وشؤونهم، وكمان في لجنة وزارية تم توسعتها لتشمل عدة وزارات، أكثر من 8 أو 9 وزارات بهذا الموضوع لمتابعة هذا الموضوع، ويرأس الرئيس الحريري، دولة الرئيس الحريري. فهذا بيأشر قديش الدولة اللبنانية ورئيس الحكومة مهتمين بهذا الأمر وهذا الشأن. طبعا نحن عم نحكي بهذا الموضوع من كل النواحي، أول شيء من الناحية الإنسانية، اثنين من الناحية الحياتية اليومية اللي تمس بالنازح السوري وبالمواطن اللبناني، يعني أعني بذلك المجتمع المضيف وحاجاته من بنى تحتية وفرص عمل إلى آخره، المزاحمة اللي طبعا عم تصير أو ممكن تصير لتنظيم هالأمور هذه كلها سوا، وحتى نقدر فعلا أنه نضلنا قايمين بواجباتنا ونمكن حقيقة الدول الحابة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بهذه الأمور بأنه تقوم بواجبها على أكمل وجه.